4 شانل ما يعادل 400 يورو، تمام؟ وبعدين لو حصل ان انت دلوقتي، ونفس الموضوع النظام بتاع دالي، لما بيكون عندك اللود عالي لازم تشتري حاجة زي البوست اللي هي بنسميها هاجر، لو اتش اي جي ار اي ار هاجر، دوت برضو غالي جدا. يعني البوستر عندنا انت بتقول بتقريبا ما يعادل ال 30 امبير، ما يعادل 25 دولار. هنا لا، انت بتتكلم في ارقام فلكيه، خدت بالك؟ فهم عشان كده تقريبا ما عندهمش خبره. هلا الفيتشر، خلينا نورجيكم بعض الفيتشرز تبع الالترا سونيك سنسر. جاهزين؟ ايه ده، الناس معانا ولا ايه؟ انا قاعد اتكلم كده والناس معانا ولا ايه؟ طبعا عم يسمعوك يا جماعه. معلش طب كويس ماشي اوكي سوري. لا انا بس بتكلم من خبرتي عشان انا اشتغلت في بي كي ان اكس واي بي بي فري ات هوم. فموضوع الريليهات غاليه جدا جدا يعني، فعشان كده انا. وبعدين من خلال تجربتي بالنسبه للانظمه الثانيه وجي فور، فبحس ان انا فعلا يعني حاجه يعني عملاقه يعني، لان حتى كي الماستر تبع الكي ان اكس. على فكره انا ما عرفتكم على دكتور سامي. دكتور سامي اوتوميشن بي اتش دي، اوتوميشن انجينيرنج، كمان بيدرس بالجامعه بفنلندا، وكونسلتنت اوفيس ون اوف ذا بيجست ان اوتوميشن، اند هي واز ذا كينج اوف كي ان اكس ان فنلندا. بس بعدين ومصر كمان الجي فور. هي بصراحه طبعا الكي ان اكس، الكي ان اكس يعني طبعا السكان تايم، طبعا المهندسين كلكم عارفين ان المشكله اللي احنا بنقابلها في الكي ان اكس، انا بتكلم على فنلندا ودي خبراتنا، مش المقصود يمكن الناس اللي بتشتغل او اللي بتركب غلط، لان التوبولوجي بتاع الكي ان اكس بحس ان هو عقيم شويه، ان انت لو عملت غلطه في الموقع بيحصل السكان تايم very slow، ودوت بيأثر عليك لما بيكون عندك مبنى كبير جدا في مثلا حوالي 1500 اوضه، كل اوضه فيها، انا بتكلم على اوفيس بيلدينج، وكل اوضه فيها مثلا على الاقل ثلاث نقط، مثلا واحده ديمينج واثنين مثلا اون اوف، فبتبص فبتحس فعلا ان في ديلي تايم. وبعدين الديلي تايم ده بقى بيأثر عليك في حاجات تانية اللي في الميتنج رومز، لو انت عندك في ستاير، في عندك بروجيكتور، في ده، فبتحس ان ايه، ممكن يحصل ان الستاره بتقف في الويست، خدت بالك؟ فده اكتر شيء كان يتعبني، انه لما مهندس عندي يخرب عنده كمبيوتر، ولا يوقع منه، ولا يضيع منه، ولا ينسرق منه، ايام زمان كل مشاريعنا كلها 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 راحت، لانه تحديثات المشاريع على الكمبيوتر. يعني بدنا نرجع نعيد كل شيء من اول وجديد. ليش؟ لانه الديفايس ما بيخزن بقلبه كل اللوجيكس والاشياء هيدي بحيث انك تقراها ثاني مره. الاسلوب بالجي 4 انه كل شيء ديستريبيوتد انتليجنس كلياته انسايد ذا ديفايس. You can just scan and restore and back up and do whatever you like. أنا هيدي بالنسبة لي. تمام. دي لا، دي كمان برضو من الحاجات المهمة للمهندسين، ودي بيبقى يعني أنت مثلا لو owner of business، والفعلا زي ما فراس أستاذ فراس سانو قال، إن لو الكمبيوتر فعلا ضاع، كل الباك أب بتاع ما تقدرش أول حاجة بالاي تي اس 4 والاي تي اس 5، لو حد اشتغل بيكم بالكي ان اكس، ما تقدرش تعمل داونلود من الديفايس نفسه، ما تعملش ابلود سوري. فعشان كده انت دام البرنامج ضاع منك فما تقدرش تعمل داونلود من اي حته، لازم تبتدي بقى وبعدين دي مصيبه، هتشوف اللاين هتشوفه ازاي، لا يعني حاجه يعني لا يعني استحاله يعني. فدي من الحاجات برضو العيب في كينكس. اوكي نرجع لموضوعنا. طيب انا متاسف، انا كنت افتكرتك انت لوحدك معايا. لا لا ماشي يا شباب.
تحياتي من فنلندا. اوكي تفضل. بعدين بتفش غلك بعدين. ايوه ماشي اوكي يلا هلا حنورجيكم بسرعه الالترا سونيك سنسر وكيف بيشتغل، وبعدين بحكي لكم على ميزات اضافيه فيه. He sleep on the bed. As long as he is sleeping on the bed, then let's say the mood will never change whatsoever, even if he sleeps for these hours, everything will remain as is. Let's say from AC, from the lighting, from curtain, from other things. Now we make testing, which is 5 seconds if nobody's on the bed. Can you stand my breath, my brother? شباب انتوا طالع عندكم الصوره؟ طالع عندكم؟ لا 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 عندنا صوره ابو خالد بس. لا يا شيخ. دقيقه. طب قولوا حدا يحكي. وانا عم بفتح المايك مشان احكي. طيب هلا اوكي let's say from AC, from lighting, from curtain, from other things. Now we made testing, which is 5 seconds if nobody's on the bed. Can you stand my breath, my brother? Just go away. Yes, go somewhere. 1-1000, 2-1000, 3-1000, 4-1000, 5-1000. Now the lights will be off. So automatically, once nobody's there, if he sits on the bed, can you try to sit on the side of the bed here? Then automatically also the lights or the system will know that he is occupying. Now here we are just connecting it to show you on the video on the lights. This is how it is, for example, in the living room. If nobody's in the living room, then systems are off, for example, audio, music, and video, lights, everything. And if somebody come and sit down on the sofa, as an example, as long as he is sitting down, then the systems are continuing to operate for as long as he's sitting there, even moving or not moving. And if he leave, we program it, can you leave, please? We program it in 5 seconds. 1-1000, 2-1000, 3-1000, 4-1000, 5-1000, then the exam systems are off. Thank you. Okay, وضحت شباب الفكرة؟ احنا شو عملنا فيها؟ حطينا بقلبه كمان مايكروفون. شو هاد؟ ما دخلنا فيها. حطينا كمان بقلبه مايكروفون شباب. ليش بقلبه مايكروفون؟ عشان اذا حكيت ينفذ. لا حطينا كمان بقلبه مايكروفون، مثلا انا حاطه فوق التويلت كمثال. اوكي؟ بس عم اخذ شاور، ما بدي انا احطه بقلب الشاور، بدي انا لما بكون قاعد على التواليت يحس فيني كألتراسونيك. بس لما عم اخذ شاور ولا عم غسل وشي ولا غيره، بدي اياه عن طريق المايكروفون يعرف انه في ناس او التويلت اوكيبايد، لانه النويز ليفل انت بتعمل كاليبريشن للنويز ليفل، انه لما بيكون فاضي التواليت ولما بيكون عم شغال المي فيه، سواء تبعيت تشطيف الوش ولا الشاور ولا غيره، بتعمل كاليبريشن تاني انه في نويز، وبهالحاله بيعرف انه في اوكيوبنسي عن طريق النويز هيدي، سواء انت قاعد تحته ولا لا. هيدي كمان ممتازه للميتنج رومز وغيرها. وضحت؟ وضحت. هلا مثلا بالنسبه لي انا، بيعرف اني انا موجود بالغرفه ونايم حتى على الصوفة، مع انه انا حاطط واحد بس فوق التخت عن طريق الشخير. وضحت؟
ممتازة هاي للوالد عندي ما شاء الله عليه. أنا بعطيك مولتي ألتراسونيك يعني ما بيحتاج كاليبريشن ولا حارب يشتغل. ويلكم لك. ممكن نعمل مباريات مع بعض. حلو. هذا أنا. ما بطلع لتخلص البطارية. حتى بيشتغل إذا بدك دياغونال يعني. خليني أشوف إذا بلاقي فيلم كيف لما أنا بس بكبر كرشي بيشتغل. مص كرشي شو اسمه يبطل يشتغل. هيدا بفيتنام عملتها. بدي تدوير. المشكلة لما بكون شغال الزوم الانترنت هون أنا يعني عندي بطيء شوي. اوكي بعدين بندور عليه خلينا احسن لانه سهله مو سهله هلا. طيب نرجع لموضوعنا. معي انتم شبيبه؟ معك اوكي. هلا طلع عندكم البرايس ليست؟ نعم. ما بعرف شو شايفين انتو. انا لسه شايف الفيسبوك. والله نفس الشيء ونحن شايفين الفيسبوك برضو. وهلا اوكي لساتني انا ماني جود درايفر على الزوم. اوكي بنيجي على ال بي سي الليب ريسيفر. هذا هلا عملنا نيو تكنولوجي بس هلا شوي صغيره مأخرينا. كامينج سون. هيدي بتعمل لك تريانجوليشن. بتشتغل على اللو انرجي بلوتوث وعلى الويربل بلوتوث وعلى البلوتوث الموجود بموبايلك. هذا عباره عن ريسيفر بيستقبل السيجنال تبعيت البلوتوث وبيعمل الاكشن بيعطي الاكشن او الكوماند للاس باس بناء عليها. واضح شباب؟ اوكي واضح. هذا بس هو ريسيفر عمليا البلوتوث. ممكن كمان انا اورجيكم كيف بيشتغل اذا حابين. يا ريت والله. انا يعني بس بشكل عام بصوره سريعه انه كيف ممكن انه يشتغل الجهاز هذا. دقيقه انا اشوف مين عم يتصل علي. يا برادر كان يو كول مي ليتر ام ان كونفرنس كول ناو. ام جود بس ام ان كونفرنس كول. ويلكم اني تايم. ايل كول يو باك جاست ليت مي فينيش ماي ميتينج. كان اي ثانك يو برنس. اوكي سوري جايز. اوكي الليب تكنولوجي ال اي بي 4. اوكي ببعث لكم اياه بعدين بس اللي بقصده انا انه الليب ال اي بي تكنولوجي هيدا
رائع وبيعمل تريانجوليشن وبيشتغل للمستشفيات، بيشتغل للمطارات، بيشتغل بقلب المكتب، بيشتغل للبيت، بيشتغل لكثير اشياء. اوكي شباب بنحكي عليه بس يخلص. هيدا بيكنز كمان بيشتغلوا مع السوفت وير تبعنا مجانا اليوم. البيكنز هيدي يعني انت ممكن تحط بس بيكن، عارف على السوفت وير البيكن، واليا بس توصل انت على الغرفه راسا السوفت وير بيعمل لك الاكشن اللي انت بدك اياه. هو مع ال LED كمان تكنولوجي ممكن ينقلوا لك الميوزك تبعيتك. اذا انت بالمطبخ رحت على غرفه النوم بتاخذها معك، طلعت على الحديقه بتاخذها معك، اذا عم تتفرج على برنامج بالليفينج روم على التلفزيون رحت على الكيتشن بيطلع معك، رحت على البيدروم بيطلع بيروح معك وهكذا. جاهز اللي بعده. هلا هون بنيجي على السيلينج تي اي ار، هذا نورمال من الماركت على فكره. اي شيء بيبتدي ب او اي، شايف او اي الرمز تبعه معناته مو تصنيعنا. او اي بيكن مو تصنيعنا، تمام. هلا كله على عم نحكي عليه هلا او اي. اما اذا بنيجي على اللي قبلهم بتلاقي اس بي و اس اس، شايف هدول تبعيدنا، او اس بي دبليو سمارت بس وايرلس، عارف كيف، او سمارت سبلاير او غيره. اما لما بيكون او اي معناتها مو تصنيع جي 4 وانما يصنع للجي 4 او يشتغل مع الجي 4. واضحه شباب؟ احنا ما بنكذب على البني ادمين، يعني ما بنكذب على العالم. يعني كيف يعني ممكن تشتري من السوق اي شيء. هذا السبيكر بتشتري من السوق او بتشتري من عنا؟ الموشن سنسر هذا من السوق، المغناطيس من السوق او من عنا؟ نيمي ال اي بي ما سمعت شي سكيلو ان بغيت شابيش تطلعتا. اوكي شباب هلا هون انواع السنسرات بتعرفون هدول. هلا في عنا كمان نقطه سي تاتش. لا عفوا، عندنا الوايرلس بيس. يعني هلا للفندق، انتوا قبل شوي كنتوا عم تسالوا على الفندق مزبوط. هلا الفندق فينك تحط، هلا بورجيك مع الاوكس باور لتتحكم بالفندق، فينك تحط مغناطيس على الباب، وهذا النوع هو النوع العادي. فينك تحط موشن سنسر، اي موشن سنسر مع الاجهزه تبعك، وحتى فينك تحط، عملنا لك نظام جديد اللي هو لاسلكي. يعني فينك تحط مغناطيس لاسلكي، موشن سنسر لاسلكي بالغرفه، ووتر فلود ديتكتر لاسلكي او غيره، مع ريسيفر لاسلكي من عندنا لتعرف اذا في اوكيبنسي ولا ما في اوكيبنسي. وضحت؟ هذا الريسيفر بياخذ لحد 32 زون. يعني اذا كل غرفه فندق انت عم تحط فيها جهازين، واحد مغناطيس وواحد موشن سنسر، يعني الريسيفر هذا الواحد بيكفيك ل 16 غرفه بالطابق. كويس هيك؟ كويس. وفي عندك ريبيتر اذا المسافات طويله مثل منتجع، وفينك تضيف للطابق اكثر من ريسيفر اذا عندك اكثر من 32 زون. في شيء غيره؟ تمام، الله يعطيك العافيه. وفي افلام عليه كمان، هلا ببعت لكم على الواتساب الافلام هي كلياتها اللي عديناها. يعني في سموك ديتكترز، وفي غاز ليك سنسرز، وفي طبعا هي كلياتها بتشتغل على 12 فولت دي سي، صح؟ هيدي على البطاريه اللي هي بطاريه. هلا عم نحكي وايرلس. وايرلس بطاريه هي عاده لازم غيرها كل الريسيفر. الريسيفر هو الوحيد الاسبس. اي سي. طيب والوايرلس ديفايسز هذول اللي بغير بطارياتهم كل كم فتره معينه؟ هذا على حسب اليوزج. عاده يعني المفروض انه معمولين هن انه بين 6 شهور لسنه، وبيعطوك وورنينج على السوفت وير كمان. وورنينج البوم كمان بيعطوك بزر او ال اي دي بلينكينج كونتينيوس. اوكي تمام. هذا فلود سنسر كثير كثير حلو كمان وسهل. عندك السايرن والفلاشر هذا 220 فولت وبيشتغل رأسا آليا معاهم كمان إذا بدك.
هذا هلا عم نعمله لسه ما خلصت، اللي هي الوايرلس ريلي تريجر والوايرلس يونيفرسال ان او ان سي تريجر انبوت. في عندنا سيكيورتي موجول، هذا مونيتورينج ل 250,000 زون، تمام تعرفوا هذا اكيد. عملنا لكم هلا كمان نيو باد اللي هي سيكيورتي كود انبوت مشان تعمل ارمينج وديس ارمينج very fast و elegant. حلو حلو حلو. هيدي شكلها مثل هيك، لو ارجيكم دي اياها. اللولي اذا عم تشوفوها ولا لا، هلا ثواني هلا شايفيني؟ شايفين شايفين. اوكي مثل هيك يعني. اوكي هلا بنرجع للشيء. اوكي هلا صرت اسهل، صرت اشطر بالزوم شوي. اوكي في عندك بعدين اوتوميشن لوجيك موجول، تعرفوه طبعا اكيد هذا. حلو. بعدين عندكم الاس ام كيف يعني جواته بتبرمج اوقات الصلاه. ايه هذا بقلبه 240 تيبل، كل تيبل فيها 960 لاين اوف لوجيك، بقلبه تايم كلوك وبقلبه الصلوات. الفانكشن مكتوبه جاهزه تبعت الصلاه. ايه جاهزه. شايف هون حتى في لك تحط بيرسونال ريمايندرز، تبعت لك على الزون اوديو كمان اناونسمنت، مثلا هابي بيرثدي، هابي انيفرساري، جود مورنينج، اي شيء بدك اياه. والبراير تايمز كلها جاهزه بقلبه ل 99 سنه لقدام، حوالي 4 مليون مدينه بالعالم. اسئله ثانيه؟ خلاص اوكي. بنيجي على الاس ام اس موجول. شباب الاس ام اس موجول بتعرفوه يمكن كلياتكم، فكيكس بتقول لي مين كان مش هذا بقلبه دراي انبوتس وبقلبه اوتبوت مثل ريلي اوتبوت كونتاكتر، بس لو ام. وبقلبه اس ام اس وبقلبه مايكروفون، بياخذ سيم كارد راسا. هذا ممكن في كثير كثير تطبيقات له مو طبيعيه. ارجوكم داونلود اتس please download its catalog to understand it more. تعرفوا وين الكتالوج تبعه؟ على الويب سايت. Downloads. Let's see اذا هون بالانجلش كتالوجز ولا لا. انا لسه عندي البي دي اف شباب، انتوا عندكم بي دي اف؟ ايه هو بي دي اف. لا احنا لسه لسه برايس. ايه هيدا شو اسمه الاس ام اس موجول كمثال. لا هيدا مو هو، ثواني. لان احنا ما عم يتبدل عندنا الليست برايس. وين ما عم يطالع لنا الليست برايس؟ لسه عم يطالع لك. اوكي خليني اغير السكرين. اوكي اوكي اس بس واحد هون. اوكي معناتها بدي تشوفوه على الدرايف يمكن الاس ام اس موجول، او انا ببعث لكم اياه عن طريق ال ببعث لكم اياه. هات نشوف هون يمكن عن طريق ال archive downloads.
ماني عامل له ابلود. اوكي راح اعمل له ابلود. كويس انه عندي على ال ندور هون على الديسكتوب. على الدرايف اكيد. ها على الدرايف بتلاقوا اكيد شباب. طيب في سؤال برضو. تفضل. هلا في مثل هذا الاس ام اس لكن يكون كمان يشبك جي بي ار اس بحيث انه لو المبنى ما كان فيه له انترنت نحن نعمل الانترنت ونشبكه مع ال... يعني نشبك المباني تبعيتنا عن طريق الجي بي ار اس. هو بيشتغل الاس ام اس مجهول مباشره. حتى ممكن انت تعمل مسجات معينه وتعمل انت يور اون اس ام اس سيرفر يبعت لك كل المعلومات اللي انت بدك اياها. فتح باب قصدي مشان مثل قبل شوي لما شبكنا لو حاسب ما اشتغل الارم. يعني مثلا بدك تعمل لجامعه عن طريق الاس ام اس سيرفر انه مركز رئيسي بس اذا ضرب الالارم بيقول لك وين ضرب الالارم في اي مبنى من المباني هاي. مثلا عندك 4000 مبنى مثل مدينه الملك عبد الله 220 300 مبنى صح؟ ما مقدر لاقي. اوكي ما مهم نرجع على موضوعنا. ما بعرف شو اللي صار فجأة. معي انتو شباب؟ معك. اوكي خليني اشوف وين الشيرنج هيدا. شو مور ويندوز. اوكي نرجع على البرايس ليست. ايه الاس ام اس في بقلبه دراي كونتاكتس وممكن تضيف عليه دراي كونتاكتس اضافيه. هلا معكم البرايس ليست ولا لا على الشاشه؟ ايه اوكي. هذا كمان فينك تستخدمه كجي اس ام جيت. تعرفوا شو يعني جي اس ام جيت ولا لا؟ لا. GSM gate يعني مثلا انا فيني اخزن فيه 9000 رقم موبايل مشان باركينج لوزاره او باركينج تبع مركز شرطه مشان سيارات الشرطه ولا غيره. حلو. فبدال ما اني اعطي انا RFID كارد لفتح الباب لكل واحد فيهم اول ما توصل سياره الواحد فيهم بس بيعمل من السبيد دايل تبعه he calls our module number. تمام. وبما انه كولر اي دي وبما انه الجهاز تبعه معرف او الرقم تبعه معرف فاليا بنفتح له الجيت. وللفي اي بي في رقم ثاني للفي اي بي والرقم الثاني تبع الفي اي بي بيفتح جيت ثانيه. حلو هيك. وكمان فيني استخدم هذا المجهول كبيبي مونيتور وفيني استخدمه كمان كريموت بابليك اناونسمنت. يعني اشبكوا على الزون اوديو كمثال او اشبكوا على الفايكنج اناونسمنت سيستم وفيني اتصل انا بالرقم تبع الفي اي بي تبعه وآليا اول ما يتعرف على الموبايل تبعي على رقمي بيفتح لي سبيكر. وقتها فيني اعمل اناونسمنت راسا. مثلا انا مدير مدرسه وزير وات ايفر بقول السلام عليكم شباب بنحييكم ومن مثلا بارك لكم بعيد الفطر من موبايلي من اي محل في العالم.
اوكي اوكي بس صدقني انليمتد هذا رائع لاستخدامه مع الميني اي او موجول اللي حنوصل له هلا بعد شوي مشان مثلا الجي اس ام تاورز اللي بتلاقيها في الهاي ويز مثلا بالسعودية عندكم ولا بغيرها باوروبا كل 10 كيلومتر على الهاي واي في عندك تاور تبع جي اس ام تمام هذا التاور محطوط له جنريتور محطوط له ديزل انجن جنريتور محطوط له تانك بده في جوا الغرفه تبعيت التاور لازم في جهاز تكييف سبليت اي سي يونت ل مشان غرفه الكمبيوتر تبع الجي اس ام تحت تتبرد المشكله الكبيره انه بدك تحط ريموت تيليمثي يونت مشان تعمل مونيتورينج مشان تتحكم ب وتعرف شو اللي صاير ب الديفرنت تاور بدال هذا الشيء بتحط اسمنا عندنا الاس ام اس موجول في حال نقص الديزل بيبعث لك الرقم تبع اي تاور بيقول لك الديزل قرب يخلص قبل بوقت وفي حال في درجه الحراره ارتفعت بيقول لك في حال تنك المي قل بيقول لك في حال انفتح الباب بيقول لك في حال كل شيء بدك اياه ممكن تحصل عليه عن طريق الاس ام اس موجود بنفس الوقت التكنيشن بس يكون عم يشتغل هني ممكن يفتح السبيكر والمايكروفون ويتخاطب مع المركز الرئيسي بنفس الوقت مجانا حلو لهلا نمشي على اللي بعده ممتاز ها شباب ايه اسئلة مقص موجود ايه موجود طبعا ما في حدا عنده سؤال اوكي نمشي على اللي بعده نجي على الارس اي بي شايفين الارس اي بي RSIB الحلو اللي فيه انه فيه بقلبه 485 RS485 RS232 وعنده كمان اس بس وبقلبه UDP IP تمام فيك تحط 1980 string going and coming يعني sending and receiving sorry وفي لك تحط لحد 99 كاركتر بالسترينج بيشتغل تو واي فانكشن فيك تعمل انتجريشن في هذا مثل المود بس فممكن تشبكه على الباك نت كانه مود بس ممكن تشبكه مع البوت المود بس مباشره كمان كيف تعمل التعريف تبع المود بس تعمل التعريف تبعه سهل سؤال ما في اوكي هلا عم نعملكم كمان نيو ار اس اي بي بقلبه انفرا ريد ليرنر اللي بتشتغل على جميع انواع الويندوز حلو هيك مع فيري فيري باورفول كمان بروسيسور نجي على اللي بعده اسمه اي بي جي اللي هو انترنت gateway IP gateway هيدي تريل كليك هيدي بقلبها كمان باور سبلاي او ممكن تشتغل راسا اس بس على 24 فولت تبعت الاس بس اذا ما عندك 24 فولت خارجي هي بتشبك على 220 وبتعطيك 24 فولت بكفي ل 350 ملي ام لديفايس او ديفايسين جنبك يعني very nice for small project مثل شقة ولا small installation مثل انتوا عم تعملوا integration خلينا نقول على اللون وورك او الباك نت او غيره تمام يعني هيدي مع 4Z ما بدك لا power supply ولا بدك RSIB ولا بدك شيء تمام هيك نجي بعدين على اللي بعدها انتوا معي ولا ما معي ما حدا عم يجاوبني ما سمعينك يا رئيس اوكي لانه ما بقى يعني الا 4 دقائق اوكي اللي بعدها اللي هي اليو اس بي تو اس بس
عملنا هيدي الجهاز مشان اذا انت عم تستخدم اندرويد بوكس بدك تحول التي في تبعك لاس باس تمام، بتشبك هيدا على اي كمبيوتر، هيدي محل الار اس اي بي. فانت عم تبرمج مثلا الاس باس اجهزه سهله، بتحط اليو اس بي ووقتها راسا بتشتغل على الاس باس كونكتر مباشره. تمام هيك. بنفس الوقت اذا عندك اندرويد تي في بتقلب انت الاندرويد ديفايس لاس باس مباشره بدون حتى ار اس اي بي. هلا هون شركائنا بالفلبين عملوا شيء جديد اللي هو البروكسي سيرفر. مركز الابحاث هون بالفلبين عاملين شيء اسمه بروكسي سيرفر، هذا بقلبه داتابيس لوجين وبيسمح لتعمل مونيتورينج بدون ما تعمل جامينج للاس باس نتورك. حلو لهلا. طيب في عندك بريدج تاني اللي هو الدي ام اكس بريدج، يعني هذا بيشبكك بين الاس باس على الدي ام اكس، اي جهاز دي ام اكس بتصير تتحكم فيه مباشره. بعدين في عندك البي سي اس او اليو بي بي يونيفرسال باور باس، هذا الاجهزه الواير لاين والباور لاين الامريكيه غالبا اللي بتبعت الكوميونيكيشن تبع اللي مثل الاكستن اليو بي بي او البي سي اس، بتبعتها عن طريق الكهرباء، سلك الكهرباء نيوترال تبع الكهرباء او عن طريق الزينو الزيرو ويف بالساين ويف تبع الاكستن. تمام شباب. فاحنا عندنا انتجريشن موجود لإله. عملنا لكم كمان جديد دالي بريدج. دالي بريدج هذا 64 شانلز ورخيص كثير، بس $90 ل 64 شانل اس باس، يتحكم بالدالي كامل. تمام لهلا. عندكم كمان عملنا لكم سيتش بريدج مثل هذا، هذا كمان مانو غالي، هذا $60. وإذا بتجيبوا لي الدايكن بروتوكول بيعملكم مثل هاد، قلب الدايكن بروتوكول، قلب الدايكن بروتوكول أو الـ LG أو غيره للـ VRF والـ VRV، بس بشغلة $60، يعني بيوقف عليكم بشغلة يمكن $45 أو أقل. تمام هيك شباب؟ بدل ما تدفعوا 1200 للكول ماستر ولا للإنتنسيس ولا غيرهم. هلا موجود للباك نت، للابل، للالكسا، للجوجل، للمودباس، للكي ان اكس بريدج، مع الاس باس في شيء اسمه اس بي ايريديوم، هذا بتشتروه من عند اس بي ايريديوم اونلاين. هون الويب سايت تبعهم sbiridium.com، وفيكم تحكوا مع اوليغ بروسيا سمارت هوم جروب روسيا. تمام، مشان تاخذوا الخطوات الخاصه من عندهم. اسئله؟ لانه انا بعرف انه هون بهمكم هذا الشيء. اسئله؟ اوكي. هون في عندكم سونوس كمان انتجريشن، اي بي كاميرز انتجريشن، كل هذا يعتبر يونيفرسال بريدج تو واي.